والله اني ما جاب لنا يستاهل. طيب حاتم وش تابع وش النسخ اللي تابعتها؟ وش النسخ اللي تابعتها؟ ما تابعت الا سكريبت. وبعدين زعلت علينا ولا عاد تابعت؟ لا والله ما هي قصه زعل لكن ما هي فضاوه. وش مشغلك في حياتك؟ يعني عمرك 21 سنه وش الشيء اللي مشغلك؟ عندي شغل واجد يعني. والله لاهلي يعني مو بلي انا حالي. شلونك تشوف نفسك؟ وين بس؟ هنا في التلفزيون. لا ما يحتاج. لا صدق والله ما امزح والله. سم. في قدام شاشه؟ انا متوتر. انا ها؟ انا بالله. لا ما نحتاج نشوفك، شفناك كثير، شفناك في تيك توك، شفناك في تلفزيون المتسابقين. طيب تقول انه تابعت سكريبت بس. اي نعم. وجمهورك قال لازم تقدم في سكريبت. سبت قبولي عندهم ان شاء الله. طيب تتوقع انك بتكمل بتكون ضمن الستين؟ باذن الله يا رب. وال24؟ والاول. والاول تتحدى؟ تتحدى تنافس؟ باذن الله. تنافس الشباب هذول كلهم؟ باذن الله فيهم الخير والبركه كلهم، لكن ان شاء الله. ابتدي بقول لك شيء، في وش علمك الموسم الاول في البزنس اللي كانوا يذكرونه، كل واحد كان يراهن على الاول. لين نص البرنامج. اي. بعدين خلاص. انا مو بنفسه. اختلفت. ما هي نفسه ما. انت نفس مين؟ انا نفس نفسي. انت نفس نفسك؟ اي. الله هذه مقوله. من ذا وش في؟ من ذا اللي طاح؟ في سلك. سلك؟ يمكن اشتغلت كهرباء او شيء قديم بالمجال والله. ها ايش فيك مستحي؟ تحس جاملناك لما قبلناك؟ لا الله ما قبلناك. طب ليش انت ماشي كأنك رايح عرس؟ انا عريس. اي انت عريس صدق. عدل جلستك يقول عشان المايك. عدل جلستك عشان المايك. طيب وش المركز اللي راح تنافس عليه؟ على المركز الاول باذن الله وما غير الاول؟ لا في حال كملت يعني بكمل. وش موهبتك؟ موهبتي؟ اي تذوق شعر. الصدمة تذوق شعر. إيه. وإنك تذوق شعر موهبة؟ ما هي موهبة لكن أنا داخل على إني بذوق شعر وإن شاء الله بعفويتي وسواليفي. أنت مذوق سؤال، أنت مذوق شعر إيه؟ ولا داخل عشان جمهورك؟ عشان نعرف وين السكة اللي نروح لها. لا دخوليتي. إيه؟ لا أنت ما سويت دخولية. سام. دخولك البرنامج مو دخوليتك. إيه؟ دخولية عاد هذه بعدين محمد عيسى يجلس معكم دخوليات يتأخر فريق الدعم علوم بعدين بتكثر إن شاء الله. جمهور واجد قدامك. صدق؟ عندك سلطان. خلاص سلطان خلوه عندكم في الاعداد. انت واضح انك بجد عنده. قول سم. ها وين وصلنا؟ ما كملت سؤالك. كمل سؤالك. ها سم. كملت سؤالك. سؤالي وش كان؟ انت متوتر صح؟ هذا التوتر امس ما كان في اللجنه. شفت ان المتسابقين اقوياء صح؟ لا والله. لا والله. لا مصيبه. مو قصد مو تقليل منهم. لا والله لا مو تقليل منهم بس ان شاء الله اني نفس قوتهم واقوى ان شاء الله. صراحه مزعجه. ها صراحه مزعجه. هذه شكل فيها بيت شعر. الصراحه مزعجه. هذا السلطان بن وسام الهاجري يقول الصراحه مزعجه. استاهل الصراحه مزعجه. وانا صريح تعجبك ما تعجبك بقولها. صدق ولا تدري ما يصح الا صحيح. خاطب العالم على قد عقوله. خطبت اخوياك على قد عقولها ولا بالصراحه؟ بالصراحه. بالصراحه. طيب يعني انت تقول انا خلاص انا راح انافس على المركز الاول. يعني نقول حاتم اليوم خلاص راح ينافس على المركز الاول. طيب سؤال، وش الشيء اللي يميزك بين زملائك؟ عشان بس دقيقه بس اشوف اكيد في شيء مزعله. سم وش مزعلك؟ شم زعل فيها شيء مزعلك؟ فلم باسمه ويقول صراحة يعني فقلت عادي الصراحة. الصراحة ما تزعل صح؟ أيوة. بس وقت المنافسة في البرنامج راح تزعل كثير. يا حبيبي أنا أتكلم باسمه يقول أنا يعني صريح. العيال هنا صريح فأنا أقول الصراحة مزعجة وأنا صريح. بس الصراحة يعني كويسة يعني. بس بعض الأحيان هيجرحنا يا جرحنا. ما هي قصار ما هي سبب. انا اقول لازم تعتذر. لازم تعتذر يمكن ما تكمل. انا اعتذر والله منهم مو بقصد انا اقلل منهم ولا شيء. لكن اقول ان شاء الله اني اقوى منهم باذن الله بالبرنامج. غيرهم اقوياء اشهر واجد باذن الله. طال عمرك كم قطيه بعدي. الكلام مو مقنعك صح؟ كلامه مو مقنعك. من اقل منافسه كل الشباب اللي جايين كلهم جايين ينافسون باذن الله كلهم. ليه اخوياك صفقوا وانت ما صفقت؟ أثرت فيك المنافسة؟ لا ما أثرت فيك. جالس تفكر في المنافسة؟ كل واحد من أخوياي جايني بالمنافسة. إيه. كلنا جايين نبي نتنافس احنا. وتشوف إنك قادر على المنافسة؟ إن شاء الله ما جينا إلا أنا قادر إن شاء الله، ولا جابني هنا. فالك التوفيق. اللهم آمين وياك. فالك التوفيق إن شاء الله. طيب سؤال، وش رأيك محتواك في التيك توك؟ عجبني مرة.